عادي يا هذاك ديال الحريقة بسطة. أرجع خمراتي لما يعاودوا يقطعوا له فيها. الله يفجعها عليك، مسكين الله يفجعها. نشري واحد الماء وما قلت له ما عنديش. المهم عطاتني ورقة باش نشري غادي. الله يفجعها عليك أبا صديق، الله يفجعها عليك. حنا كنديروا معاك الواجب والكما هو. الله يجعل شي محسن يتكفل بك ويساعدك على هذا الحالة. إذا أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من شوارع ومن أزقات مدينة فاس بطبيعة الحال العاصمة العلمية للمملكة. متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، با صديق سبق له داز معنا في القناة ديال شوف تي في. با صديق ما عندوش رجيلاتو للأسف بفعل تدخين، كان حكى القصة ديالو على قناة الشعب بطبيعة الحال، وكان كيناشد المغاربة على انهم يتساندوا معاه ويعاونوه، لان القصه ديالو ماساويه. القصه ديالو عنوانها غدر الزمان، عنوانها ممكن لان الحياه ديالك تنقلب راسا على عقب، غدر الزمان. حتى واحد ما يثق في هذه الدنيا بطبيعه الحال. بصديق كما تابعتوا القصه ديالو في السابق على قناتكم دائما شوف تي في، كان عايش كايها يعني كمواطن عادي، عايش بالصالير ديالو بالخدمه ديالو، كان معلم بالناي كيشد الشنطيات، كيشد يعني خدمه عادي، حتى لقى راسو واحد النهار يعني مرضات له رجليه. ملي مشى دار التحليلات ودار يمشي عند الطبيب، قالوا له على ان الكارو اثر عليك وخصك تقطع رجليك. كانت صدمه كبيره بالنسبه للبا صديق اللي ما بغاش ينساها، واللي ما عمرها ما يعني ما كان متوقعها شي نهار، لانه غادي يفقد الرجيلات ديالو اللي كان كيخدم بهم على وليداتو. كاين عايش بالحلال وعايش كيصرف على وليداته، ما عطل على حتى شي واحد، وما غيخرج لا في منبر اعلامي يطلب المساعده، ولا غي 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 يعني غي غيطلب مساعده من اي كان. بصدق الان الوضعيه ديالو راه لظروف تقنيه، قلت ما كيمكنناش نبينوا رجليه لظروف تقنيه اكيد، لان لو شفتوا يعني رجليه غادي يبقى فيكم الحال، وغادي غادي تساعدوه ولو بالبارتاج ولو بال يعني بالاتصال، طمئنوه يعني تحسوا به. متابعينا ومشاهدينا الكرام، غادي نعطيو للبا صديق يحكي لنا القصه ديالو مره اخرى، والاوضاع المعيشيه ديالو كيفاش دايره الان. هو كيعيش ضائقه ماليه كبيره، ما عندوش خدمه، كيضطر لان الناس يعطفوا عليه ويحنوا عليه بطبيعه الحال. الدار اللي كان فيها فقط يعني كتجمع عليه المصاريف ديال الكرا، كان اتصالات من عند محسنين قليله بزاف، ما كانش يعني ما كانش المساعده اللي كان كيطمح بها با صديق. ونتمنى على ان من خلال هذا البث المباشر نكونوا سبب في انقاذ هذا الشخص من هذه المأساة اللي كيعاني منها، ومن هذه الحياه ديالو اللي عايش بطريقه. انا كنتسائل اين مؤسسات ديال الرعايه اللي ممكن لانها تكفل بهاد الناس. كنتسائل وكنطرح اسئله عريضة للأسف الشديد. غادي نخلي با صديق الآن متابعينا ومشاهدينا الكرام غيتحدث لنا على هذه القصة ديالو مرة أخرى. بيمشي حداه وغادي نكونوا في حوار أنا وياه بطبيعة الحال. با صديق كيف بقيتي؟ لاباس عليك شوية؟ كيف بقات الأحوال؟ لاباس الله يطول عمرك. لاباس لا بس اشيرا رضا بحكم سيدي ربي. الله يفجع عليك. دابا ضيق علينا مصيرين من ناحية الضوء، من ناحية الماء، من ناحية الكراء، من ناحية المعيشة. ما عندنا باش نعيدوا الناس اللي الدواء. انت شوف جيتي على غرادة لقيتيني عاد قلت دابا يعني شي وجهة بحال وجهك اللي عاملوني باش شريت هذا الدواء دابا. ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا انت تشوف الباقي ديال رجليا ما نهريهم من بغا يشوفوهم المحسنين اللي ظروف خوتنا اكيد الا شافوهم المغاربه غيتعرفوا. انت وجه سيدي ربي يوقف معاكم مع المحسنين ومع كاع اللي عاملنا يعاملوا الله تعالى ويشوف من حالنا وحال المسلمين جميعا،
ولا غادي يقاس حسن رحمة الله. راني ضايق بزاف في حياتي، ما لا حياة لا معيشة لا كل شيء عندي. مثلا نتمنى دابا الى الله والمحسنين اللي عاونوني، اما حالتي راه تتوري راه كل شيء باين. وهذا من الفيديو الاول والثاني، وهو هذا دابا هذا الثالث. نعم دابا تنطلب من الله ومنكم. بس صديق، حنا الهدف ديالنا دائما ملي كتتصل بينا وكتطلب الرأفة ديال كتطلب الرأفة والعطف ديال المغاربة بطبيعة الحال، حنا ما يمكننا إلا نبيو النداء. علاش؟ لأن حاسين وشايفين الوضعية كيفاش دايرة، لكن غنحسوا بالمواطن بالحالة الإنسانية اللي كتستحق على أنها تدوز في القناة ديال شوف تيفي، وتستحق على أنها الشعب المغربي يتضامن معها ويساعدها. حنا شايفين الحالة، راه الناس ربما ما شايفينش الرجليات ديالك الآن. أنا جالس حداك وحس بك، والناس ربما كيسمعوا فقط الصوت، ما شايفينش رجليك، بان رجليك راه ما عندكش، وراه صعب صعب جدا. نعم فيديو لايك تصوروا منوع باش نبينوا. الله يرحمك الوالدين، والله يشوفوا من الحالات انا يعطبوا عليا خوتي المحسنين. نعم وتنطلب من الله حتى من سيدنا نصر، الله يشوف من حالي ويشوف من حال اللي داسي. راني عايش واحد الحياه لا ارث لها. نعم. الولد هرب عليا، سامح لي بمراتو، خد لي ثلاثه النفوس، امهم هي اربعه. باش غادي نعيشهم، وباش غادي نعيش راسي، وباش غادي نعيش مراتي، وباش غادي شكون غادي يهزني، شكون تيعطني؟ كما شي جايب الله دابا لا يهزني وتقوم بيا وتطلعني وتهبطني. انت جيت كل شيء شفتها لك. نعم قاعد نقول لك راك شفتها لك. الابن ديالك بالنسبه للام ديالك عندك وليد؟ عندي ما احسن ما عنديش. نعم عندي وما عنديش. شحال هذه باش خرج عندنا؟ وخرج عليا دابا راه قريب. شنو؟ قبل ما قطع الجيم، ملي كنت صحيح هذا راه ما تيهمنيش ديك الساعة يجي ولا لا يجي. نعم. ولكن دابا لأنه وقفت على كلش. نعم. وقف على الله وعلى الولد وعلى المحسنين، ولكن دابا ما كاين ولد، كاين الله. كضطر بصديق قبيلة منين جينا عندك، كضطر أنك دائما تبدل الفاصمة. ديما يوميا. يوميا كتبدل. يوميا تنشريها. المحسنين تيعاوني باش نشريها، ما كاينش هي الباكية. نعم نعم. هالي كوش. مسكين هالباكيه ديال البصمه اللي تندير تمشي نشري يوميا. هذه تنشريها تنشريها 370 تدوز السيمانه. قول هاي فيها 10 الحبات. وما عندكش ما كاينش شي واحد اللي غيخدم عليك؟ ما كاين عندي حتى شي واحد، اللي عندي شي واحد من غير سيدي ربي والمحسنين. ما كاينش الدواء، انت تشوف لي كلش. ها هو انت شو كل شيء لك، وباقي الدواء راه ميكا طاس اخر ديال الدواء بالخلاشيه وما دير والو. نعم واخا باص الضيق، حنا الاوضاع ديالك المعيشيه تحدثنا عليها، تحدثنا عليها. ما عايش الا بالمعيشه ديال عايش في الدبانه في البطانه. واخا انا بغيت نسولك سؤال واحد باص الضيق. نعم حنا في هذا البث المباشر. نعم. مع الساده المتابعين الكرام. نعم دابا شنو هو الحلم ديالك؟ بصدق بغيت انا هي نعيش. الدموع ديالك باص الضيق. بغيت انا هي ما ناكل انا وليداتي، ونكون في نسكن ما نتسالش شي واحد اللي يساعدني يساعدو ربي تعالى في الدنيا وبالاخره، اللي يعطيني عيش سكينه، واخا البيت واخا جوج بيوت نعيش فيهم انا وهاد الوليدات تيدموا الامانه مالتهم. كاين الكرا مجموعه عليا مليون ديال الكرا، مجموعه عليا 70000 ريال ديال سدو. نعم كنا درنا معاك البث مباشر السابق، ما كانوش خلصوك الناس. ما خلص حتى شي واحد شي حاجه. ها الاوراق نجيبوها وكتبوهم على كلش. نعم والدواء انت شوف حالتي كي دايره، بين داير حالتي وكي دايره الحالة ديالي. هانت كل شيء تنجيبو من تنشري. هانت ها لصقات باش نلصق ها الدواء. هانت كل شيء من هذا من السيناريو. هانت هاي تقعد تسجل دابا، والله ما عندي باش نجيبها بالله. متابعينا ومشاهدينا الكرام، كتشوفوا معكم في هذا البث المباشر صراحة قصة مأساوية ديال باص الضيق بطبيعة الحال. الهدف من هذا البث المباشر هو أننا يعني نخرجوا باص الضيق من هذه المأساة اللي كيعيش فيها اليومية. درنا الفيديو الأول والفيديو الثاني. ما عرفتش اش من باب اللي غادي نقصد. نعم نمشي نقصد الملكي، نمشي لشي جمعية، ما عرفتش. ما عندي لا اللي يقيد بيا ولا اللي يهزني ولا ترانسبور ولا والو. عندي الله سبحانه وتعالى، ما عنديش حتى اللي يتبع بيا الكوسه حتى الشماء. كبير عندك الله وعندك المغاربه راهم معاك، نساء غادي يوقفوا معاك باص الضيق. اه هما طلعوا لي قدام كاين المراه وهي العروسه مسكينه، هما جاو هزوني. ودابا عاود عز الله الكرم ديالك
ما هما حاولوا يدوا من البيت الماء، يجيبوني من البيت الماء، عز الله كرمتك من الحمام، عاود سير ما تغسلش انا الماء تسالي عامين هادي انا ما جا الماء لا داري، انا واش خلص من الفار وما لقيت لا جهد لا اللي يهزني لا لا، واش مرات ولدي عايز تغسل لي؟ لا ما تغسلش مرات ولدي، المرأة مريضة بالسكر مسالية مفضية، هي طلعتني دابا ولات تنجمت، انا شحالتي انت باش عايش. ومصابرة معاك مسكينة دارت في الطبيب راه صابرة طلعني وطلعني في الدروج وحنا عايشين بالله طلعه دابا اقسم لك بالله وهاد الساعة نقسم العمر يا ما عندهم ما يطيبوا بهاد الساعة هاد الساعة تهدروا لا من العجينة ولا من الماء خضار ولا من حتى شي حاجة نعم شحال هادي كنتي عايش عايش بلا بخمة لا سيدي ربي ولا على العباد ولا على كل كنت عايش حرام عليا ديني وعليا بالحرام ما عمر الكاملة ديال سي طبت بلا لحم كوكو ديالي رسم بها اللحم كيدير لك النار وعايش بخير وخير ولكن الرضا بحكم سيدي ربي وهادشي اللي جعل الله ونطلب الله تعالى يشوف من وجه الله اللي شاف لي وجه سيدي ربي من المحسنين يعاملني باش نعيد باش نكون نخلص النص هذيك راه وانا عند سيدي ربي المهم ما خرجش حتى اللي يتبع فيا الخروج نصعب في الشوارع حتى اللي يتبع بيا الكروسه ما كاينش ما يكون لقيت اللي يتبع بيا الكروسه نخرج انا نصعب انا ما تنعرفش باش نمشي بيها بوحدي ما عنديش شي كروسه اللي تمشي بالضو ولا تمشي بهذا اللي يمكن لي نسوق راسي ونمشي راسي وندور على 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 احباب الله ما كاين يلا انت تشوف هاني جابتني من الطبيب راه ملي مشيت للطبيب تعاود جابتني فيه نعم اذا المتابعين كتسمعوا معكم في هذه القصه الماساويه مع با صديق بطبيعه الحال اللي كيامل منكم على انكم تحنوا فيه وعلى انكم تساعدوه في هذه القصه ديالو بطبيعه الحال اللي ما غيمكنش الانسان مواطن مغربي عنده قلب كيحس ما يتضامنش مع با صديق حاولوا كنستعطفكم على انكم تخرجوه من هذه الوضعيه لان درنا معاه الفيديو الاول والفيديو الثاني كانت اتصالات مع المواطنين ولكن ما كانش شي مساعده حقيقيه لبا صديق انا كنامل على ان هذا الفيديو يكون الاخير ونشوفوا با صديق ان شاء الله باذن الله في شي مكان اللي هو يضمن له العيش بكرامه والان بدون رجليه باش يخدم بهم ولا يمشي يجيب الاكل ديالو والقوت ديالو اليومي لوليداتو كيعاني معاناه حقيقيه للاسف الشديد. شريفه دوزي معنا؟ نعم دوز معي؟ اجي لالا اجي لالا ندوزو غادي نشوفوا الزوجه ديالو اللي قصات مع با صديق اجي لالا هنا اجي سيري لذاك المكان تما اجي لالا تفضلي السلام عليكم السلام عليكم الله يجازيكم بخير لما تشوفوا فينا لوجه الله ما عنده لا اللي يخدم عليه ولا اللي يشقود به ما لقيناش حتى ما ناكلو ما لقيناش حتى ما نشربو ومالين اللي كرام زيرنا ومالين كيقولوا لنا خرجوا عليا ومالين انتم عافينا 80 الف بين الماء والضو كيجيني كنا بيقطعوا كان عاود نبكي ونرغبوا مسكين وكان عاود نبخا فيه وكيمشي تيقول لك راني قطعتو وكيقول لهم هما راني قطعتو عليهم وهي الجيران اللي عطينا الماء واللي كدوا الضو واللي كدبنا يجي يشوف بعينه الله يجعل ربي يسهل عليكم ما عندنا لا باش نعيدوا ولا ما ناكل ولا ما نشرب قسما بالله انا كنجازيكم الله وبالخير انا كنجازيكم الله وبالخير اللي شاف لوجه الله كيفاش الحياه ديالكم اليوميه مع هذا القدر ديال الله سبحانه وتعالى اللي كتب على السي صديق احنا واش كيفاش كتساعديه كيفاش عايشه في الدار معاه كتهزيه عايشه كنهزو كندير له السطل تحتو بحيث ما كيقدش يجي للطواليط كنديه للطبيب وانا مريضه بالسكر كنضرب ثلاثه الشوكات في النهار الانسولين كنهزو كنطلعو مكركبين به وهكا بغانا الله ما بيدنا ما نديرو اللي جعل الله هو اللي كاين احنا وياه نفرج الله. نعم كيفاش كان عايش شحال هادي قبل ما يبقى له؟ كنا عايشين بخير وعلى خير. كان كيتفرج على وليداتو كان كيتقاتل معاهم كان ما مخصكش يعني بشي حاجه كان ما مقصرنا لحتى حاجه كان دايمين واكلين شاربين مكسيين ما خصنا حتى خير حتى تسلط عليه هذا مكتوب الله اللي بقينا ولينا له لا دار لا ماكله لا شراب لا باش نكونوا والو احنا كنشوفوا الله اللي شاف الله لوجه الله الله يجعل ربي يسهل عليك الله يسهل عليكم احنا مشرفين على عيد الاضحى واش عندكم ما عندناش حرامي لا عندنا في حتى الملحه التاليه ما عندنا حتىش عندنا الله والمحسنين كنطلبوهم لوجه الله الا ما يشوفوا فينا لوجه الله الله يفاجئ عليك متابعينا مشاهدينا الكرام
كتشوفوا الحاله ديال با صديق والزوجه ديالو بطبيعه الحال للاسف الشديد كيعاني معاناه كبيره، وكيتمنى منكم على انكم تساندوه في هذه المحنه ديالو. حتى واحد مكره يعيش بالطريقه اللي يعني باغيها، ولكن غدر الزمان وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هو راضي بالقضاء الله وقدره، كان معلم منه كيشتغل وكيجيب القوت ديالو اليومي، وقال لك اللحم ما كانش كتخطى الدار، دائما الجميله كتصفر ودائما، ولكن الان ما عندوش حتى باش يخلص الموضوع للاسف الشديد. نتمنى على انك ما توقفش عندك هذا الفيديو، نتمنى على ان نخرجوا بصديق من هذه المعاناه اللي كيعيش منها بها هنا في مدينه فاس. وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، ونتمنى على ان الرساله ديال با صديق في هذا الفيديو ومن خلال هذا اللايف يوصل للمحسنين ويوصل للقلوب الرحيمه باش يتضامنوا معاه ويتعاطفوا معاه بطبيعه الحال. كنحييكم كنشكركم بزاف، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.